مباراة ديال اليوم من دار الشفاء في اطار المباريات ديال البطولة جاتنا في واحد المرحلة صعيبة، مرحلة ديال اعداد النصف مباراة الذهب النصف النهائي ديال كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. كان صعيب علينا أننا نتأقلموا مع هاد الظرفية هذه، خاصة في جراء الإصابات اللي تنعانيو منها ثم الإجهاد اللي تنعانيو منه اللاعبين. عندنا أولويات طبيعة الحال، المباراة المقبلة عندنا نصف النهاية ضد الإسماعيلي في مصر، وبالتالي فضلنا أننا نريح مجموعة من اللاعبين لأن مباراة قوية تنتظرنا، مباراة مهمة في هذا الموسم. وبالتالي شفتوا أن أعطينا فرصة مجموعة ديال اللاعبين الشبان تنهنيهم على المستوى اللي قدموه وعلى العرض اللي قدموه، لأن باش تكتسب تجربة خصك الوقت. احنا فضلنا أننا نعطيهم هذه التجربة هذه، رغم أننا مشاتنا نقطة، على الأقل كنا ناخذ نقطة، فرص واضحة كانت لنا، ولكن هذه كرة القدم ضيعنا فرصة واضحة ومن بعد منها تسجل عندنا هدف. تنشكر الجمهور ديالنا اللي حضر اليوم، ونتمنى إن شاء الله أننا اللاعبين اللي كاينين أنهم يكونوا حاضرين كلهم إن شاء الله يوم الأحد، لأن اليوم عاوتاني تصابوا لنا جوج لاعبين. صابنا دويك، محمد دويك، يعني مشى حتى هو واحد مدة طويلة، ثم أنس جبران، وبالتالي عندنا إكراه كبير ديال 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 ليفيكتيف. نتمنى إن شاء الله من هنا النهار لحد ما يتصاب لنا حتى واحد، لأن يلا عندنا تقريبا واحد 11 لاعب اللي ممكن أننا نجريو بهم المباراة إن شاء الله. تنهني فريق الجيش على الانتصار، تنتمنى شفاء السي حمودة تيمومي، وتنبغي نهني كذلك السي هشام الدويك وكرة القدم داخل القاعة على التتويج ديالهم القاري في الفترة الأخيرة. شكرا.